فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. كادي المباراة كرة ضربة زاوية لنادر بركانية كرة في منطقة الجزاء بالراس يوسف ودايو مازال الخطورة ممتازة جدا عيسى سيود الخطورة لنادر بركانية وتدخل ديفس موناكو يتواجد في مايكل بودران للإعادة لما حدث في الكرة الماضية كرة ممتازة جدا وتصدي ناجح لعيسى سيودي في مرة حالة تقدم محسن أجور من الطرف الأيسر التوغل من الأسمراني أجور ممتازة جدا وتصدي آخر من عيسى سيودي يكسب ثقة كبيرة في النفس عيسى في هذه المباراة ثاني تصدي ناجح لعيسى سيودي الحارس البديل ليقدم نفسه بشكل ممتاز جدا في تصديين لكرتين للنهضة البركانية في الجولة الأولى من هذه المباراة النهضة البركانية يجسد الخطورة من قدم ياجور وباقي رفاق ياجور عمل كبير في الكرة الماضية تحضير الكرة الأسيست وياسيست المتابعة ومتابعة في خاصة الهجوم فرحان يسدد كرة وكلمة بركانية في منطقة الجزاء المتابعة من عيسى سيودي والحكم النهضة البركانية بكر الهلالي في منطقة الجزاء ممتازة جدا وتدخل الحارس عيسى سيودي اختبار آخر ينضاف لسلسلة الاختبارات البركانية في الجولة الأولى من هذه المباراة عن ورقة الهجوم من الطرف الأيسر بكر الهلالي عيسى سيودي في المتابعة على مرتين والحكم نبيل برقي يدخل ويقول ضربة خطا لمصلحة الوداد جاله من جاليسر محمد عزيز ينقل الكرة في منطقة الجزاء والسيودي السيودي الفراد الثالث في المباراة الفراد والفراد والثالث في مباراة اليوم يتصدى ريكورد هدف في فريق النهضة البركانية التصدي ويتصدي والعمل شوف جودة التمرير من محمد عزيز انقل الخطر من جاليسر لعبها كرة بالراس من أمين الكاس وتدخل عيسى السيودي كرة من جديد للنهضة البركانية النهضة البركانية كرة ورافقه في الدقيقة